رجعنا لكم مرة ثانية. ارتفع في الآونة الأخيرة أعداد الأشخاص المشمولين بقائمة منع السفر، وذلك بسبب وجود قضايا معينة ضدهم، وفي فقرتنا الحالية نناقش موضوع منع السفر وأسبابه وإجراءاته القانونية مع المحامية نوف لرويح. أستاذة صباح الخير. صباحك الله بالنور يا هلا. في البداية، منع السفر على منو؟ منو اللي فعلا نقدر أن احنا نحط عليه بلوك منع للسفر، ما يقدر يغادر البلد؟ أي شخص أنا أخشى هروبة أو فرارة من الكويت إنه وما يرجع لها مرة ثانية، تهرباً من أي التزامات مالية، ومن ناحية الجزائية تهرباً من أي مسؤولية ثانية جزائية. طيب، بس في هل يعني هل في مثلاً نقول شروط قيود معينة؟ يعني مثلاً اللي عليه دينار مو نفس اللي عليه مليون. هو أنت كلامك صحيح من الناحية العقلية المنطق، لكن اللي عليه دينار مديون مثل ما اللي عليه مليون مديون. فأنت عشان تتفادى أن تنحط في موقف كذي، المفروض أنت تكون متابع الديون اللي عليك أول بأول، خصوصا إذا هي مبالغ تافهة وسخيفة تشيك عليها. فللأسف إحنا عندنا بغض النظر عن قيمة المبلغ، أنت قاعد ينحط عليك منع سفر. فالشيء اللي أنت إحنا ممكن دائما نقول مبالغ بسيطة ومحطوط عليه منع سفر، أساسا أنا لما أقدم طلب منع سفر في طوابع أنا قاعد أحطها على هذه الطلبات، هذه الطلبات أصلاً أكثر من 5 دنانير إلى 5 دنانير دي، يعني كل طلب أنت تقدمه. فغالباً هذه طلبات منع السفر بالمبالغ البسيطة تسويها الشركات الكبيرة اللي أصلاً مو منتبهة على هذه المبالغ، وتسويها كذلك الديون الحكومية، دين كهرباء وماء، هذه الأمور تكون في مبالغ فعلاً صغيرة، وترى نادر ما تصير، مو بشكل يعني دارج عندنا، لأن قلت لك هي مكلفة أكثر من الدين نفسه. طيب، وبالنسبة حق يعني الشخص نفسه اللي أو الأشخاص اللي عليهم منع سفر بالكويت، تقريبا نقدر في إحصائية بعدد؟ هو في إحصائيات صح، بس أنا للأمانة ما تحضرني الحين، وعددهم للأسف فعلا كبير، لأنهم ما نقول لأنهم عدم قدرة أو ملاءة مالية، هو عدم اطلاع أصلا على الهيستوري مالهم قبل ما يحبون يسافرون أو يسوون أي شيء، تلاقي ما يدري. الحين الحمد لله في خدمات وايد حطتها وزارة العدل تخليك أبديت أول بأول، عارف شنو عليك من إجراءات، سواء ضبط إحضار، سواء منع سفر، في خدمة المسجات، في خدمة إن أنت تدش أونلاين وتشيك، فالواحد يصير ما عنده فكرة. فهل هذا اللي يخليه يوصل لمرحلة إن عليه إجراءات ومثلا يحجز بيسافر وينرد من المطار ويتوهق بهذه الأمور؟ طيب، لو بنتكلم عن الإجراءات القانونية في حالة منع السفر، شنو هي بالضبط؟ الحين أنا بس إن أنا ما أقدر أسافر وأنا موجود هنا بس؟ إيه؟ هذه هي. إيه؟ وإذا تبي نبي نقول بس ما عليه ضبط إحضار. لا، هذا إجراء فقط منع السفر. إيه، هذا إجراء مختلف عن هذا، هما إجراءين. لو أنت تبي أنا كدائن وفي شخص أنا هو مدين لي، أنا أختار الإجراءات اللي ممكن أسويها عليه، منها ضبط الإحضار، منع سفر، منها إذا في حجز أموال ببنوك، حجز عقارات، حجز منقول، هذه كلها أدوات قانونية مختلفة عن بعضها. فالضبط الإحضار مختلف تماما عن منع السفر، أنت داخل الكويت تقدر تتحرك بالطريقة اللي تريحك، لكن أنت ما تقدر تقادر الكويت من المنافذ. بس أنت مديون، انت مديون وقاعد لازم تقعد هنا. طيب، نبي نناقش الحين الموضوع من جانبين، نبي ناخذها من جانب قضائي او من جانب وزاره الداخليه ومن جانب الشخص المدين نفسه. اوكي، من جانب وزاره الداخليه، شنو الاجراءات؟ منو يجيها؟ شنو يسوي؟ يعني هذه شنو بدايه خطوات منع السفر؟ طيب، خلينا نقسمها بطريقه شوي اوضح. نقول إن في منع سفر بأسباب مدنية، وفي منع سفر بأسباب جزائية. الأسباب الجزائية اللي هي الحكومة تتخذها، الحكومة ممثلة في منو؟ في وزارة الداخلية، اللي هي الضبطية، ضبط عفوا التحقيقات، والنيابة العامة، والمحكمة. أنت لو كنت مضبوط أو إن أنت موقوف على ذمة تحقيق في قضية معينة، هذه الجهات الثلاثة لها الحق إن تمنعك من السفر على أساس خوفا من هروبك. ووايد تصير هذه المنع من السفر يصير مع المقيمين أو الوافدين عندنا، لأن هذول فعلا ممكن أنه يسافر بأي لحظة وما يرجع للكويت، فيتهرب من المسؤولية الجزائية. المسؤولية المدنية، عفوا أستاذ، أنا عندي الحين شو اسمه تساؤل. تفضل. أنا في بالي صارت السالفة نفس سالفة الدينار والمليون، كويتي ومو كويتي. بس الكويتي ما رده راح يرجع الكويت. إذن الدينار ليش؟ شلون الدينار ليش؟ يعني على الدينار والمليون، انت قلتي هذه مديونيه وهذه مديونيه فعلا، ما حتى الكويتي ممكن انه هو ما يرجع الكويت، ما يرجع
على حسب المبلغ. ما هذه في هذه امور راح نناقشها بعدين، ان انا اقدر احطها واقدر اطلب رفع منع السفر. يعني هو كاجراء انا الدينار راح احط عليه والمليون راح احط عليه، الكويتي راح احط عليه والمقيم راح احط عليه، لكن بعدين لما اي انا اطلب اني انا ارفع هذه الاجراءات، هني ترجع السلطه التقديريه للقاضي نفسه. فيعني اذا المبلغ بسيط وفي عندك ملاءة ماليه او ما في عندك ملاءة ماليه، القاضي يقدرها، هل تستحق اني انا ارفع عنك الاجراء هذا ولا ما تستحقه. كذلك نفس الشيء بخصوص المواطن وغير مواطن، هل هذا يستحق المبلغ او انه هو فعلا في حاله تحتاج اني انا ارفع عليه منع السفر ولا ما احتاج. في النهايه يعني هو كاجراء على الكل ينحط، أما شيلة الإجراء لا، سلطة تقديرية للقاضي نفسه. طيب الحين نرجع لموضوعنا اللي هو قلنا خلصنا الشق الجزائي. الشق الجزائي المدني الحين، المدني منو اللي يقدر يسوي عليه منع سفر؟ اللي يقدر يسوي عليه منع سفر أي دائن عنده يعني مستنداته الكاملة ودين محقق الوجوب معين المقدار، شروط معينة للديون. إذا أنا كدائن يعني استوفيت الشروط على المدين، أنا أقدر أتقدم بطلب أطلب فيها منع سفره. غير كذي أقدر منو شخص تاني يقدر الأب يطلب منع طليقته أو زوجته بسفر الأبناء. أحياناً تصير مشاكل الأسرية ومرات تكون الزوجة مثلاً مو من نفس الجنسية الكويتية، فهي أصلاً مش مقيمة هنا إقامة دائمة، فخوفاً من هروب الأبناء يطلب الأب منع سفرهم، لأن أحياناً في أمهات يأخذونهم وما يردون الكويت مرة ثانية. طيب الله يبعدنا عن المشاكل هذه إن شاء الله يا رب، سواء كانت مالية أو أسرية. بالنسبة حق الأخطاء، لا إحنا في شق نسيناه اللي هو شق المدين نفسه. المدين الحين نزل عليه منع السفر، عنده فلوس دفع، ما عنده شنو اللي يصير؟ ما عنده فلوس يعني ما عنده الملاءة المالية. من شروط منع السفر أن يكون عندك ملاءة مالية، فإذا أنا بهذا الوضع أتقدم إلى الطلب إلى قاضي التنفيذ أطلب منه أنه يرفع إجراءات منع السفر عني. في حال قاضي التنفيذ رفض، في شيء يسمونها دعوة تظلم من أمر منع سفر، قضية ترفع بإجراءات القضايا المعتادة تنظر بالمحكمة والقاضي على الأساس يقرر. غالبا يعني أغلب الأحكام اللي قاعد تصدر في هذا الموضوع لما تكون أنت ما عندك الملاءة المالية فعلا يرفع عنك أمر منع السفر. وغير الملاءة المالية مثلا أنت في عندي أنا مريض، أنا طالب بالخارج، أنا أحتاج أسافر لحج، وايد أسباب ممكن من خلالها القاضي فعلا يتجاوب معك ويشيل منع السفر عنك. طيب نراجع منهج 101 محاماة بس علشان نعرف. أوكي. الحين القضايا عادة تكون قضية ترفع بعدين يحكم فيها بعدين نرجع مرة ثانية استئناف إلى أن نوصل للتمييز طبعا. صح؟ وأي شيء ثاني برا هذه القضية نرجع مرة ثانية في قضية ثانية. مو الكل بس يعني منطقيا الكلام اللي قاعد أقوله في لها أشياء أخرى. طيب إذا بنروح حق يعني سولفنا عن موضوع الأب والزوج والطليقة وغيره، أهم شيء عندنا الحين يبي يشيل اسمه من قائمة منع السفر، شنو الإجراءات؟ أكيد في أوراق وراحة وردة ولا؟ طلب أقدمه لإدارة التنفيذ لقاضي التنفيذ، أرفق معاه المستندات اللي تقول ليش أنا ما أقدر أدفع، أنت معسر؟ أنا والله عندي الديون الفلانية، أنا راتبي لا يتجاوز الحد الفلاني، أنا عندي المصاريف الفلانية، فأطلب مثلا من القاضي أنه يرفع عني منع السفر وأنا مستعد لتقسيط المبلغ. إحنا غالب مرات شو نسوي؟ نقدم مبلغ بسيط في البداية ونطلب تقسيط المبلغ على شهور معينة، كذي أنا شلت منع السفر عني وما أبخست بحق الشخص الآخر، لأن أنا يعني أنا كدائن أنا مو مجبور في وضعك المادي يعني، ولا كان ما تدينت مني، فهو لا ضرر ولا ضرار. بس أستاذة في أحيانا بعض المحامين قلة يحاول يستخدم ثغرات قانونية يظلم فيها الشخص اللي مثلا يبي فلوسه. طيب يعني مثلا اللي هو مثلا نقول واحد مسلف واحد نقول 100,000 يردهم له يحط يقول أقل قسط، أحط لك أقل قسط، ممكن أحط لك إياها 50 دينار بالشهر. هل ممكن هذه تصير؟ هي ممكن تصير، بس إحنا نرجع إلى رقابة القضائية. في النهاية أنا إذا متضرر من هذا القسط أقدر أتظلم منه الشخصين، يعني ما في أي مشكلة. القاضي نفسه يفحص المسألة بشكل عام، الملف بشكل عام، هل فعلا هذا القسط ملائم لهذا المبلغ، وهل فعلا هذا القسط ملائم للملاءة المالية للمدين نفسه. يعني أنا هي قد تكون 100,000 بس هذا المدين ما عنده أكثر من 50 ولا 100 دينار، ففي النهاية هي يعني نقدر نقول بالانس، توازن بين الشغلتين، بحيث أن احنا ما نيجي على الطرف بالحساب الآخر.
طيب أقدر أنا مثلا شخص وافد ما هو كويتي عليه منع سفر مبلغ مالي، يجمع المبلغ بيدفع بيشيل منع السفر، وين يروح؟ إدارة التنفيذ. إدارة التنفيذ. إيه إدارة. وبعدها؟ جدا الإجراءات سهلة، يعني أودع المبلغ وخلاص وأشيل، مجرد ما أودع المبلغ ينشال. أنت أصلا ما تحتاج أصلا تروح حتى إدارة التنفيذ، أنت وأنت مسافر عندك في المطار، عندك في المنافذ، في كل مكان في ممكن تدفع المبالغ اللي عليك وتشيل الإجراءات. شيلة الإجراءات جدا سهلة. طيب. بالنسبة حق عقوبة منع السفر، هل فعلا تعتبر رادع للشخص؟ يعني ان الواحد اللي مثلا عاده عنده سياره وقصد، وعنده تليفون بقصد، وعنده لابتوب بقصد، ومتسلف كل هذه وعطوه منع سفر، طيب وبعدين؟ هي عشان نكون واضحين اكثر، هي مو عقوبه، هي اجراء احترازي. يعني انا منع السفر بحد ذاته انت كدين مدني ما تستوجب عقوبه عليه كثر ما تستوجب ان انت لازم تدفعه. فاحنا عشان الفكره ان احنا نضيق عليه وما يكون حر في تنقلاته وروحاته ورداته، انا اخلي عليه منع السفر كاجراء احترازي، لا يطلع برا الديره وما يرجع. اما هي كعقوبه، هي ما تصنف عقوبه. ما تصنف عقوبه. طيب بالفتره الاخيره كان في مبالغ يعني فعلا طقت الدينار. هل يعني أقدر أنا مثلاً على أي مبلغ أروح وأشتكي وينحط على اللي أنا اشتكيت عليه منع سفر؟ أي نعم، دام أنه مبلغ ثابت بالأوراق الرسمية أنه هو فعلاً في ذمة المدين، أنت تقدر تأخذ الإجراءات كاملة. إما أن اللي مسلف دعلة أو أن الشخص الثاني يعني مبلغ بسيط، وزن يعني انت لازم تشد حيلك شويه عشان تتخلص منه. اي ما هذا هو، يعني انت المفروض لما تعرف في عليك مبالغ بسيطه ما تتهاون في الامور، لان في ناس خلاص مثل ما نقول احنا بالكويتي تكفل معاه. يصير ما عندي مشكله، انت مينني على مبلغ بسيط انا بيننك. فانت عشان يعني تتجنب هذه الامور، تشيك شوف شنو عندك شنو عليك وادفع. يعني قلت لك انا مثل ما بلشنا الامر جدا سهل، ان انت تعرف الاجراءات. انت فعلا يندز لك مسج SMS، انت تم مثلا ضبط واحضار، في امر منع، في فسهل، انت عارف شو اللي لك وعليك. هذه ترى الخدمه موجوده وفري، اي واحد يقدر يستفيد منها. فانت الافضل ان انت تكون ابديت مع اللي لك واللي عليك. انت طبعا انت اكيد عارف انك متسلف، فليش تخلي الامور توصل لهذه النهايه؟ صحيح. كل شكر لك الاستاذه نوف الرويح، المحامية نوف الرويح. طبعا تكلمنا في هذه الفقرة عن منع السفر وشرحنا شوية جوانب. صحيح؟ صحيح. شكرا لك، حياك الله، أهلا وسهلا. احرص على أنك تشيك على اسمك من خلال رقمك المدني، سواء كان في موقع وزارة العدل أو حتى في إدارة المنافذ، سواء كان بري ولا حتى في المطار. ادفع اللي عليك وشيل منع السفر، روح استمتع.